مع آخر ما يعلن إسرائيليا من جهات رسمية أو إعلامية حول هذه التطورات؟ نعم، بخصوص الرشقة الأخيرة التي أطلقت نحو إصبع الجليل، فالحديث يدور عن يعني رصد ما بين 65 صاروخا، في حين تتحدث القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن رصد 40 صاروخا أطلقت من الجنوب اللبناني، سقط بعضها في مناطق مفتوحة، وأيضا سقطت بعض الصواريخ في المناطق القريبة من هضبة الجولان السوري المحتل والمطلة على إصبع الجليل، وهناك اندلاع للنيران في إحدى المناطق الحرجية. نتحدث اليوم عن قرابة 58 صاروخا تم إطلاقها منذ ساعات صباح هذا اليوم، تركزت تحديدا الرشقات الكبيرة في ساعات ما بعد الظهر، بداية نحو كريات شموني ومحيطها، وتلت ذلك رشقة أخرى. في خصوص الرشقة الأولى نحو كريات شموني، الحديث يدور عن يعني سقوط عدد من هذه الصواريخ في داخل أحياء من المدينة، هناك أضرار في عدد من البيوت في السيارات، وتم نقل 3 إصابات على الأقل إلى المستشفى لترقي العلاج وفقا لبيان صدر عن بلدية كريات شموني، وأيضا هناك أضرار مادية حدثت بفعل سقوط هذه الصواريخ في عدد من الأحياء، وأدت عملية السقوط أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض أحياء كريات شموني بفعل الرشقة الأولى. نتحدث أمال عن ارتفاع في استخدام الصواريخ. صباح هذا اليوم كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت بأنه قد تم إطلاق منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الشهر الماضي قرابة 2358 صاروخا من الجنوب اللبناني، وأن حزب الله قام بمضاعفة عدد الصواريخ في الأشهر الثلاث الماضية، بدأ العام بإطلاق 350 صاروخا، ولكن بعد ذلك في نهاية الشهر الماضي تم إطلاق 746 صاروخا أو قذيفة صاروخية من الجانب اللبناني نحو المناطق الحدودية، وهو ما يشكل ارتفاعا في استخدام هذا النوع من السلاح. رئيس بلدية كريات شموني في تصريحات نقلتها عنه صحيفة إسرائيل هيوم هدد بالنزول إلى الشارع وبتنظيم مظاهرات، قال بأنه واهم من يعتقد في هذه الفترة بإمكانية عودة السكان إلى هذه المناطق دون تغيير الوضع الأمني الموجود حاليا في المناطق الشمالية، وربط ما بين مظاهرات كبلن وهي التي تحدث في تل أبيب والتي كانت تطالب بحل حكومة بنيامين نتنياهو والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وبين المظاهرات التي يقومون بمناقشتها لتنفيذها بأنها ستكون أصعب من مظاهرات كبلن، وهذا يعني بأن السكان في هذه المناطق الحدودية ربما بدأوا بتنظيم أنفسهم من أجل التظاهر ومن أجل تشكيل حركة احتجاج واسعة النطاق على الوضع الأمني الذي تشهده إسرائيل في المناطق الحدودية. أيضا بعد تقييم أمني للجيش الإسرائيلي تقرر إغلاق 5 طرق إضافية محيطة بالحدود مع لبنان، وعادة الطرق القريبة جدا من الحدود هي مغلقة منذ 8 أكتوبر، ولكن تم إضافة طرق أخرى لهذه القائمة، ومن غير المعروف متى سيتم إعادة افتتاحها، ولكن جاء هذا القرار بعد الرشقات الصاروخية التي أطلقت من الجنوب اللبناني. إذن نتحدث عن يوم كانت ساعات الصباح هادئة، ولكن بعد ساعات الظهر بدأنا نشاهد إطلاقا كثيفا لهذه الصواريخ، وحتى هذه اللحظة الإصابات بحسب بلدية كريات شموني بلغ عددها 3 إصابات نقلت إلى المستشفى للعلاج، ولكن باقي الصواريخ إما تم اعتراضها أو سقطت في مناطق مفتوحة، وهناك عدد لا بأس به سقط في أحياء داخل مدينة كريات شموني.